عمي بيحب الأكل اللي أنا طبختها كتير، بس ما أكل منه وعم يأكل رز بالخضرة. كتير متضايقة عليه يا خالي. بظن كان أحسن لو تعشينا أنا وجاي. أنتي لا تخافي عليه بنوب، هيك عقله بس عن قريب كتير أكيد بيروق وبياكل من إيدك. بس في شغلة حلوة، بقصد إنه شو ما كانت الأسباب هو ما بيعتمد على حدا أبدا، هاي شغلة منيحة. شو صار؟ شو صار فيه؟ تعالوا لنشوف يلا. ما بدي خبز محمص، يعني شو كان صار لو أخذت من خبز أديتي؟ شو صار لك؟ شو صار معك؟ شو صار لك عمي؟ شو صار لك؟ شو اللي عم بيصير معك أنت؟ هلأ كنت عم بتقول شو كان صار لو أخذت من خبز أديتي؟